الآلية الثلاثية المشتركة خلصت إلى أن الحوار لن يكون مجدياً بغياب مؤثرين من أصحاب المصلحة الفاعلين، وأكدت على ضرورة حثهم على المشاركة. وكانت الجلسة الأولى قد شهدت غياباً لقوى معارضة للحوار كلجان المقاومة والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والذي بدوره أشار إلى أن التعاطي الإيجابي مع الآلية مشروط بتحديد الأطراف والأهداف وتهيئة المناخ السياسي. أولاً نحن نرفض من حيث المبدأ الزج بالذين سقطوا مع الحكم البائد وكل الانقلابيين في هذه المرحلة من التفاوض. المرحلة الأولى يجب أن تكون من أجل إنهاء الانقلاب ومحو آثاره من تمكين حدث في الدولة لرموز النظام البائد. والأطراف نحن نرى في هذه الفترة أن يكون المكون العسكري وقوى الحرية تغيير ولجان المقاومة. المرحلة الثانية نفس الأطراف يضاف إليها الجبهة الثورية. الحوار شكل خطوة للمضي بالعملية السياسية للأمام وإعادة تفعيل مرحلة الانتقال، غير أن البعض رأى أن الحوار بشكله الحالي يسير بساق واحدة في ظل غياب تحالف مؤثر كقوى الحرية والتغيير. لا بد من تواجد قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في طاولة التفاوض لمناقشة القضايا المختلفة وفقا لترتيبات وأجندة زمنية محددة وضمانات كافية. عدم وجودهم على طاولة التفاوض يعني أن العملية السياسية ليست ذات جدوى. أما الرهان الآن فسيتمحور حول قدرة الوسطاء الدوليين على إقناع المعارضين بالجلوس إلى طاولة الحوار. وسط انقسامات بين القوى السياسية المؤيدة والرافضة للحوار، تستمر الجهود الدبلوماسية الأممية الأفريقية لإيجاد حل ينهي الأزمة وسط دعوات متفق عليها بضرورة مشاركة الأطراف الرافضة. رشا رشيد، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.